بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم قناة جان عن التعليم اللغة الفرنسية. زوار القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. هذا الفيديو خاص بتلاميذ السنة الثالثة متوسط، فرض مقترح للفصل الأول أو الفرض الأول. فلنبدأ على بركة الله. دفوار نميرو 1، le texte. Un grave accident de la circulation est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours de minuit 40 minutes. حادث مروري خطير حدث dans la nuit في ليلة الأربعاء إلى الخميس aux alentours في نواحي منتصف الليل وأربع دقيقة à l'entrée de la commune de Bellimour في مدخل بلدية بليمور ولاية دو بورت بوعريريج. En effet, et selon notre source, le chauffeur d'un véhicule léger a perdu le contrôleur. أسباب الحادث حسب مصادرنا، selon notre source، سائق سيارة سياحية ليجي وزن خفيف a perdu، فقد السيطرة دو سون فيكول يا ديرابي، فقد سيطر على السيارة تاعو وانزلقت. لو شوك الصدمة اكوزي لو ديسي سور لو كو دان نوم دو 33 زون. الصدمة تسببت في موت رجل في عين المكان عنده 33 سنة. إن أنكيت أيسي أوفيرت، تحقيق فتح par la gendarmerie nationale من طرف الدرك الوطني pour déterminer les causes et les circonstances exactes de l'accident، باه يبينوا أو لتحديد الأسباب والظروف الحقيقية اللي صارت فيها الحادثة. نبدأ بالأسئلة. لا سورس، مصدر هذا الخبر، لا نوفيل ريبوبليك le 26 سبتمبر 2011. compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. Le texte. Ce texte est. Est-ce que c'est un conte, une brève ou bien une fable? Ce texte, c'est une brève. Raconte-moi la brève. Donc, la réponse est une brève. Deuxième. Il relate. Il nous dit. Un accident. Un méfait. ان في انسوليت، اسكو يحكي لنا حادث، مي في جريمه، ان في انسوليت، حادث حدث غريب. دونك ايل غلات ان اكسيدون، يحكي لنا اكسيدون. كومبليت لو طابلو سويفون ا بارتير دو تيكست. نكملو النص هذا من النص. كي كوا، كي من، كوا ماذا، او اين، كون متى، لي كونسيكونس النتائج تاع الحادث. دائما طابلو تجيب هذا الطريقه تقريبا. الاسئله في لابغاف تجيب هذا التسلسل ولا بهذه الطريقه. كي ان شوفور دان فيكول ليجي، هذا هو كي من، بمن يتعلق هذا النص. ان شوفور دان فيكول ليجي. كوا a perdu le contrôleur de son véhicule et a dérapé. فقد سيطر على السيارة تاعو وانزلق. او à l'entrée de la اين، في مدخل بلدية بليمور ولاية بورت بوعريريج. هذه هي او، حطوا الاجابه. كون متى، لو طون دو سيت اكسيدون. لو طون سي دون لا نوي دو ميركودي اجوتي اجودي او زالونتور دو مينوي 40 مينوت. كوبي كوبي. اجابات سهله في لو في دي فير، في الاخبار بهذه الطريقه كلش سهل. لي كونسيكونس نتائج، واش هما النتائج تاع الحديث هذه. لو دي سي موت في عين المكان،
d'un homme de 33 ans. Le choc à cause de la mort d'un homme. يهمنا هي لو ديسي سيغ لو كو دان نوم دو 33 زون. هذا هي واش يهمنا في الإجابة هذه. نروح للسؤال اللي بعده. ريبون باغ فري او فو، أجيب بصحيح أو خطأ. سيت أكسيدون أ إي ليو أ أوران، هذا الحادث إسكو صرا في وهران؟ سي إسكو فري ولا فو؟ سي فو باينة. أبورج باريج إلى بروفوكي لا مور دون بيرسون، فري تسبب في موت شخص، نعم سي فري. Quatrième question. Le choc a causé le décès sur le cou d'un homme de 33 ans. Le mot soudini est le décès. Le mot soudini veut dire la vie, hayat, la mort, mort, la victime, adahia. Le mot soudini veut dire la mort, mort. هذه الكلمات لازم تشفعوا عليها دائما برسك نستعملوها بزاف في الفي ديفير الأكثر جاي مدو لسينونيم هذا. Relève du texte trois mots appartenant au champ lexical de l'accident. نرجع للنص نجيب دوز الكلمات عندهم علاقة بلو شون لكسيكال تاع لاكسيدون. ان غراف اكسيدون دي لا سيركيلاسيون تنتمي ل لو شون لكسيكال دو لاكسيدون. دون لا نوي اون ايفي سولون نوتر سورس لو شوفور شوفور نقدر نحطو لو مو شوفور فيكول مركبة بيردي لو كونترول لو شوك صدمة لي جوندارم هادو الكثارة أكثر حوايج قلب الأكسيدون في هذا النص هو لو شوك إي لا جوندارمري ناسيونال. لو ديسي تاني الموت تخيلو زوج لو ديسي إي لو شوك قلك تخوا مو لا جوندارمري لو ديسي لو شوك اي لا جوندارمري. La sixième question transforme à la phrase suivante à la voix active. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Elle dit la voix passive. Lehna, une enquête. Le jumelé, elle dit la voix le sujet. Est-ce que y a les camps de faire là? Est-ce que les camps de faire la gendarmerie nationale? Lehna, c'est un sujet passif. Il te l'a fait, mais si il compte le faire. دونك نعوضوها نحولوها لافوا اكتيف يولي لو سيجي هو اللي يقوم بالفعل. لهنا شكون اللي قام بالفعل؟ سي لا جوندارمري ناسيونال هي اللي قامت بالفعل. نبداو بها الجمله لا جوندارمري لا جوندارمري ناسيونال واش دارت هنا لو سيجي سي Le verbe, le verbe, si le verbe ouvrir, à quel temps, au passé composé, l'ehna, le participe passé, il se termine, l'ehna, à être, le passé composé, le verbe ouvrir au passé composé, nous chauffons l'auxiliaire être, nous montons sarfa, on a le verbe être, on sarfa finit, c'est le verbe, l'ehna, le passé composé. صرفوه في الباسي كومبوزي لي فيرب اوفغيغ لا جوندارمري ناسيونال ا اوفير بارتيسيباسي دي لي فيرب اوفغيغ سي اوفير ان انكيت ا اوفير كوا ان انكيت Point.
مي لي فيرب انتر بارونتيز او باسي كومبوزي. لي فيرب الاول ان اوم مورير سور لو كو. لي فيرب مورير يتصرف لنا مع اتر. لو سيجي ان اوم نعوضوه ب ايل سانز اس, نعوضوه ب ايل سانز اس. لوكسيلير اتر مع ايل سانز اس هي اي ان اوم اي. Le participe passé, c'est le verbe mourir, est mort sur un homme, est mort sur le coup. Ça va faire la jute à la fiaïn el mekan. Deuxième verbe, évacuer les pompiers, évacuer la victime à l'hôpital. Si c'est un verbe, il s'arrête finalement avoir les pompiers. Le verbe avoir mal des pompiers, il avec s, c'est en. La victime en évacuer. Le participe du verbe évacuer, n'hiou. Le er, on a besoin de accent. Les pompiers ont évacué la victime à l'hôpital. Production écrite en utilisant le tableau ci-dessous, dérige une brève. بستعمال الجدول التالي المعلومات اللي مدونا في لو تابلو راح نكتبوا اون بريف. اسهل برودكسيون اكريت هي تاع السنه الثالثه. التلميذ لازم يحاول ما يخليهاش فرغانه على خاطر يمد لكم كلش راه قدامك, واش دير تلصق بيناتهم وخلاص. كوا انا صندلي حريق او Aina, dans un appartement, quand, hier matin, les conséquences, dégâts matériels et trois blessés. Moi, je ne peux pas. Me donne le quoi, Mera, ou Aina, quand, Mata, et les conséquences de cet accident. باش نبداو انا نسوندي مدام خلى لي ديكا ماتيريال ان باغ اكزومبل زيدوها لو مو غراف خطير. هذو كلمات اللي زيدوهم يحفظهم التلميذ. ان غراف ان سوندي نديرو فيركول. زيدو لو فيرب واش صار لو غراف اكسيدون. دايما هذا لو فيرب برودويغ نستعملوه في Le passé composé. Se produire, c'est produit. Hadatha. Hadatha, le verbe hafdur kimara, c'est produit. Bokta. Hier, diro virgule. Dido, le temps. Hier matin. Hier matin. Ou, aina. Dans un appartement. Fi. Chaka. Dans un appartement où hier matin, dire au point cet incendie n'a rejoué le harik. Bouchder, khalif. Hada le harik, khalifa d'importants dégâts matériels. Les dégâts matériels, adrar met dégâts, zidul halomo important. Mohima, cet incendie. نقولوا خلفها أليسي بغيتو نسمعوا تركا وراءه أليسي. دايما نصرفوا لي فيرب في لو باسي كومبوزي. أليسي دامبورتون ديغا ماتيريال. نلصقوا واش كاين في الجدول ونزيدوهم كلمات من عندنا باه تمد لنا قوة للنص. أليسي دامبورتون ديغا matériel matériel et trois blessés. هذا مكان
سهلة الفرنسية في السنة الثالثة متوسط، راهي سهلة سهلة بزاف. التلاميذ ما لازمش يضيعوا الفرصة، لازم واش لازم عليهم؟ لازم عليهم في هذا الفصل يركزوا ويديوا أكبر معدل ممكن، لازم يضمنوا النجاح في الفصل الأول. ما كانش أسهل من هكذا، كل سهل، إجابات في النص، هز وحط. هذا ما كان الواحد ما لازمش يبخل روحو، الفو بروفيتي لوكازيون، مادامك راك جاي تقرا اسعى للنجاح واستغل اي فرصه تجيك. هذا ما كان لا بريف، هي لي سهله بزاف، راهي سهله بزاف، الفو بروفيتي لوكازيون. مع تمنياتنا بالنجاح لكل التلاميذ ان شاء الله. لا فين دي لا فيديو، ميرسي بو فوتر اتونسيون، لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس اعجاب الفيديو ليصلكم كل جديد. الى اللقاء الى فيديوهات اخرى ان شاء الله.